مرحبا مرحبا ابو سيف، شلونك؟ كيف الحال؟ كل سنه طيب. الله يطول عمرك ويسلمك. مرحبا يا مرحبا. مرحبا ابو فهد، شو التصوير لك صورتونا انت؟ هلا هلا وغلا. لا صورني انا، تبارك يا اخوي. ايش حالكم؟ طول عمرك. الله يسلمك. النجم اللي جاي هاي نجم طبعا. لا تصور فندم، شلون يطول عمرك؟ تسمح لنا. الله يطول عمرك. الله يسلمك. الله يطول عمرك ويسلمك. شلونك شيخ؟ عساك طيب. الله يطول عمرك. الله يسلمك ويطول عمرك. الله يطول عمرك. وجهك ابيض، وجهك ابيض يا شيخ. تفضل يا شيخ. الله يطول عمرك ويسلمك. الله يرحم والديك. جهودكم كانت ممتازة حقيقة. خلال الأزمة تروحون خط بكرة وبسيف؟ إن شاء الله بحيل الله. مع تايلند؟ مع تايلند خط جديد والقطرية، وكذلك في اتفاقية بحرية إن شاء الله مهمة على أساس أن ترتبط بالميناء حمد، يرتبط مباشرة بالموانئ التايلندية، وفي اتفاقية ثنائية على أساس تسهيل العمليات التجارية ونقل البضائع بين الدولتين. تعرف ان هناك عندهم حب رئيسي، صحيح. فاحنا نحاول نستفيد بهذه الامكانيات بتحويله من هناك، او تحويل جزئي من هذا الموضوع الى 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 قطر بحيل الله ان شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. ودي ابارك لك حقيقه حتى بافتتاح ميناء حمد صراحه في وقت قياسي. الله يبارك في عمرك. وجي في وقت مثل ما يقولون. والله تعرف هذه بركات دعائكم، تعليمات سيدي سمو الأمير الله يحفظه، أن ننجز وتيرة العمل في المشاريع بدقة وبسرعة مطلوبة. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. يسرنا أن نستضيف معنا في هذا اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي، وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر. الله يمسيك بالخير يا أبو سيف. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. بشرني عني. الله يطول عمرك. لا أنت، لا كل شيء تمام. الله يعطيك العافية. الله يرحمك. الله يرضى عليك. بس في البداية حقيقة ودنا نبارك لك ونهنيك بمناسبة اليوم الوطني، وأكيد عندك كلمة بمناسبة اليوم الوطني خاصة في هذه الأزمة. أشكرك وجعل أيامنا كلها فرحة وسعادة. آمين. وأحب من هذا المنبر أن أبارك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وللحكومة الرشيدة وللشعب القطري الكريم هذه المناسبة السعيدة، وإن شاء الله أن يعودها عليه أن السنة وكل سنة وإحنا بخير ويمن وبركات إن شاء الله. آمين. وسيف، من ساعة نقطعت عليك الحديث وأنت كنت تتكلم عن ميناء حمد، أترك لك المجال الآن تكمل. لا، أنت كنت تسألني الله يسلمك عن ميناء حمد، وكان افتتاحه كان في الوقت المناسب. صحيح. لا شك أن ميناء حمد هو إضافة قوية جدا للاقتصاد الوطني. ميناء حمد واحد من الأسرح العالمية، ليست في دولة قطر إنما في المنطقة ككل. مساحة 28 كيلو متر، أنجز في وقت قياسي صراحة. الحمد لله بفضل الله ورعايته تم افتتاحه وبدأ العمل التشغيلي في قبل الأزمة بوقت كثير، وكان دوره فعال قبل وبعد الأزمة.
لا شك أن مساحته الشاسعة وقدراته التقنية العالية جدا، فهو إضافة حقيقية. التقنية اللي موجودة فيه تضاهي أكبر الموانئ العالمية، يمكن من أحدث التقنيات الموجودة. طريقة التخليص، طريقة التفتيش كذلك عالية جدا، مما يسهل العملية التجارية وتدفق السلع والبضائع منه. فأشكرك على التهنئة. ميناء حمد إضافة بكل المقاييس حتى بيئيا، يعني احنا كنا سعداء جدا ان نفوز او يفوز ميناء حمد كأحسن مشروع بيئي في الشرق الأوسط، وما بالغ لك إذا هو من أحسن المشاريع البيئية في العالم. فقد وصلنا سيدي سمو الأمير الاهتمام بالبيئة وتكون يعني اهتمام خاص بها، فلذلك بيئة منطقة أم الحول كاملة تم استصلاحها وتم إرجاعها تقريبا إلى مستواها الطبيعي قبل حفر الميناء. يمكن أنت شفت الميناء بشكله الحالي، دائما الموانئ في العالم هي موانئ تمتد إلى البحر. صحيح. وطريقة الميناء عمل على شكل حمام سباحة، حفرنا في المنطقة الأصبخة على أساس أن نستفيد من الأصبخة كاملة في منطقة أم الحول، وحفرنا كذلك دخول والممر المائي بطول ما يقارب 22 ميل بحري للمياه الدولية. فلذلك وخلينا الماء يتدفق إلى ميناء حمد وجهز بهذه الناحية. لا شك أن له أضرار بيئية، لكن حاولنا نتلاشاها قدر الإمكان، ورجعت البيئة الطبيعية بحول الله ورعايته إلى شكلها الطبيعي تقريبا. وإن شاء الله في المستقبل كذلك بشوف المكان جاهز، في مكان كبير جدا للجمهور راح يشوفون البيئة البحرية كاملة. هذا في المرحلة الثانية من الميناء وبدينا فيها، وتقريبا بتجهز بعد سنة ونص أو سنتين يقدرون يزورون مركز التعليمي أو المركز التثقيفي للمواصلات اللي موجود في ميناء حمد، مشاهدة الأحياء المائية على شكلها الطبيعي من البيئة البحرية في منطقة أم الحول. جميل. وكذلك عمليات الميناء نظرا لدرجة الأمان العالية راح يشوفونها في هذا المجمع. فهي نقلة نوعية صراحة ميناء حمد، وأبارك لسيدي سمو الأمير وأبارك للجميع لدولة قطر ميناء حمد. أبو سيف، حقيقة قبل فترة أيضا ودي أبارك لك، تم تكريمك في دولة الكويت الشقيقة أعتقد بالنسبة للبوابة الإلكترونية. نعم، حكومة إلكترونية، هي جائزة سالم العلي. نعم، الحكومية. تكلمنا عن هالجائزة. والله احنا لنا الشرف صراحة ان الحكومة الالكترونية في دولة قطر تفوز بهذه الجائزة. كما تعرف ان الحكومة الالكترونية هي موجودة في وزارة المواصلات والاتصالات، لكن لها لجنة توجيهية، لجنة توجيهية من الدولة ككل. انا رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية، لكن فيها من جميع القطاعات، فيها من الداخلية، فيها من البلدية، فيها من التعليم، فيها من الصحة، فيها من النيابة العامة، فيها من المحاكم، فيها من جميع الجهات الحكومية. وعذرا إذا نسيت حد، من المالية، من التنمية. فهذه تشرف على كل برامج الحكومة الإلكترونية وتجعل دولة قطر دولة ذكية، تواكبا مع برنامج تسمو الذي أطلق في وزارة المواصلات والاتصالات. فأهداف مشتركة موزعة لكن تصب في قالب واحد، هو وصول دولة قطر إلى الحكومة الذكية. ولا شك أن احنا قطعنا مسافة كبيرة جدا في هذا المجال، ويمكن الجائزة هذه تبلور نتائج هذه الأعمال، أن دولة قطر من أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال، ليس في دول الخليج فقط إنما في العالم العربي ككل. والآن وصلنا إلى مرحلة من المراحل في التقدم في المجال التكنولوجي، بحيث أن القاعدة التكنولوجية هي كما تعلم أنها هي ألياف ضوئية، هي أجهزة مركبة في الشوارع، في المستشفيات، في المطارات، في الموانئ، هي كلها قامت تجمع وتصب في قالب واحد ومعلومات واحدة، سواء كانت في وزارة الداخلية أو في وزارة المواصلات والاتصالات، وستربط بها جميع الأنظمة والمستخدمة سواء في الاتصال في المواصلات، من ريل، من مترو، من قطارات، وستكون منظومة متكاملة لدولة قطر، بحيث أن المستخدم لهذا التطبيق الآن يستطيع أن يحصل على جميع الخدمات،
انت مثل ما تعرف في مطراش اثنين في وزارة الداخلية، لكن في حكومي كذلك. صحيح. وحكومي يحتوي على جميع أنواع الخدمات، تقدر تطلب خدمة، تقدر تطلب بيت، تقدر تبلغ عن حفر قدامك، شارع، تطلب شجر، تطلب تشجير، قص، تقليم، تطلب جوازات، تطلب خدمات، تسجيل مركبات، تسجيل سفن. يعني أنا الخدمات اللي فيها هي ما يقارب من 1200 خدمة متوافرة. صحيح. للجمهور. صحيح. يمكن بعض الجمهور ما يعرف هذه الخدمات ويفضل أن يأتي شخصيا. صحيح. إلى الوزارات المعنية، مع أن الخدمة هذه لو جربها مرة ودخل عليها راح يكون تغنيه عن التنقل وزحمة الشوارع وتغنيه عن أشياء كثيرة. فأحنا نطمع في المستقبل أن القاعدة الجماهيرية لنظام حكومي أن تتسع، لأن الحكومة بذلت مجهود كبير جدا أن تخلي هذه الأنظمة والخدمات متوفرة. حتى رخص البناء تدخل الآن في هذا الموضوع، استخدامات الأراضي. يعني يمكن ما تذكر أنا بالضبط، لكن مثل ما قلت لك 1200 خدمة متواجدة في هذا النظام، من جميع ما تحتاجه كرب عائلة أو كشخص لاستخداماتك اليومية لتخليص معاملاتك. Thank you. أبو سيف، أنت يعني ماسك وزارة مهمة جدا 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 جدا، يعني تقريبا عليها أعباء كثيرة. 5 يونيو كان بداية فصل جديد، أنك أنت تفاجأ كوزير للمواصلات والنقل بأن اتخذ عليك إجراء الحصار من 4 دول. شلون تلقيت هذا الخبر وشلون بديت بوسيف والله يعطيك العافية أنك تتجاوز هذه الأزمة؟ لا شك أنها كانت لنا صدمة في الصباح الباكر، يعني من الفجر تقريبا وإحنا اجتمعت الحكومة بعد تلقينا هذا النبأ، وخذنا توجيهات أن كل وزير يتولى أعماله أو مباشرة كلهم فيما يخصه. وللأمانة من هذا المنطلق أنا أحب أشكر جميع الأخوان الوزراء على ما قاموا بكلهم، فكنا نحس أن إحنا كلنا كوزير واحد، من رئيس مجلس الوزراء إلى كل الوزراء الموجودين بدون ذكر أسماء. فبدينا هنا التصرف والخروج. لا شك أن هي كانت صدمة، خصوصا أن هي للمواطنين أكثر. يعني صحيح. حسينا أن المواطنين هم المستهدفين. نعم. وخصوصا المعتمرين، فكان إذا تحب أني أقول لك يعني كان 650 معتمر عندنا أول يوم، فكانت هاي مشكلتي الرئيسية بإخراجهم من جدة. السعودية رفضت، وهي السعودية أعطتنا ما يقارب من 24 ساعة لإخلاء المواطنين القطريين، ومن بعدها تبدأ القطع. فأعلمتنا أن راح يكون الساعة 12 بالليل اللي هو ممنوع أن الطائرات تغادر أو تتجه إلى دولة قطر من هذا المكان. فكان عندنا متسع من الوقت بإخلاء القطريين من هذا المكان. تفاجأنا أن بعد القرار وتقريبا الساعة 9 الصباح أن السعودية ما سمحت للطائرات القطرية أن تأخذها المواطنين من هنا، رغم الطائرات موجودة في جدة. نعم، موجودة في جدة وأقلعت بدون ركاب. فكان هذا محل استغراب. حاولت الاتصال بالمسؤولين، حتى بالوزراء زملاء اللي كنا احنا على علاقة، وما أقدر أنكر أن احنا على علاقة وزمالة معاهم، لكن مقدر وضعهم أكيد بعد ما ظهرت هذه القوانين بعدم الرد، إنما يردون على مكالماتنا. واضطرت أن الطائرات القطرية تقلع خالية من الركاب. فكان همي الرئيسي أول يومين كيفية، أو هم الحكومة كاملة مجلس الوزراء، كيفية إخراج هذه الناس، خصوصا
ان تعليمات سيدي سمو الامير بمساعده المواطنين كامله. فجرت اتصالات ودبرنا طائرات من الاخوه، واشكرهم من هذا المنبر من دوله الكويت ومن عمان بالتوجه. بعد لازم نعرف ظروفهم انه ما في طائرات جاهزه، صحيح، ان التحرك الطائرات مشغوله، لكن بذلوا مجهود وتحركت الطائرات من هذه الدول لاخلاء المواطنين. وكذلك تفاجأنا بالقرار الثاني أن لا يسمح لهم بالمرور كذلك لطائراتهم بالاتجاه مباشرة إلى دولة قطر، وهذا إجراء تعسفي جدا، يمكن أول مرة نشوفه في حياتنا من قبل، يعني لو صار من قبل دول ثانية احنا نتقبله، لكن من دولة وشقيقة شيء غريب، يعني شيء غريب اللي صار، ما يعني ما أقدر أوصفه لك بمعنى الوصف. وتوجه إلى دولة الكويت، ومن بعدها إحنا نجلب الناس إلى دولة قطر، فصار عذاب عليهم، خصوصاً أن إحنا في شهر رمضان والناس أوريدي تعبانة، ويعني فصار هذا العبء. بعد هذا العبء اللي كان علينا، وصراحة جاءوا الناس والحمد لله بفضل الله وتعالى أن كلهم وصلوا سالمين إلى دولة قطر، بدينا بالتحرك، لأن صار مثل ما تقول حصار جوي وبحري، وأغلقت الحدود البرية. فبدأ من أول ساعتين كان عندنا الصباح الفجر، فتحنا أول خط ذهاب وإياب إلى متجه إلى إيران، ومن إيران تتجه بجهة، أعطتكم الموافقة إيران؟ الشرق. نعم، أعطتنا موافقة إيران، جرى الاتصال وفتحنا أول خط باتجاه إيران عبوراً بمنطقة الطيران الخاصة بهم بجهة الجنوب إلى شرق آسيا، وبجهة الشمال إلى جميع المناطق بأوروبا وعبورها. ومن بعدها لجأنا في نفس اليوم إلى اتصالات هاتفية بالآي كي أو، منظمة الطيران المدني، أيوة، وأخذنا ملف فاكسات عاجل جداً. وثاني يوم طار وفد من دولة قطر إلى منظمة الطيران بكتب موثقة لهذا الموضوع، ومنها جرى أول اجتماع لنا، وتم فتح خطوط على إقليم طيران البحرين وإقليم طيران دولة الإمارات مع إيران، وحصلنا خطوط 6 إضافية وخط إضافي على سلطنة عمان، هما المجموع 9، وخط إضافي على جمهورية مصر العربية. وهذا من منظمة الاي كي او. ومثل ما تذكر انت ان قبل اجتماعنا بيوم تم منحنا هذا الخطوط، تراجعوا عن قرارهم، لان هذا هو القرار الصائب وهذا هو اللي تم. احنا للأمانة قلنا ما استلمنا شيء، اذا تذكر كان في رمضان الموضوع، قلنا ما استلمنا شيء، واحنا كنا صادقين في ان احنا ما استلمنا اوراق، لان كما تعلم إن لما يعطيك حقوق أو حقوق المرور هي ليست حقوق تنشر في الجريدة، صحيح، هي حقوق توصل إلى المطارات على أساس أن تسير عليها طائرات. فأنا استلمت في الواقع قبل دخول الاجتماع بربع ساعة، وأعلنت أمام جميع الوفود القائمة هناك أن أنا استلمته بس قبلها بربع ساعة. فالمجلس أصدر قراره أن على الدول هذه الالتزام بالاتفاقيات، لأن أول مرة يصير عدم الالتزام بالاتفاقيات الموثقة وضربها عرض الحائط وعدم الاعتراف بأي اتفاقيات. فما لزوم الاتفاقيات إذا أنت موافق عليها سواء موقعها ويا دولة قطر ولا ويا جميع الدول وثاني يوم ما تلتزم بها؟ فهنا كانت المصداقية مالتهم محرجة جدا، خصوصا في منظمة الايكو، وكان بوجودي، يعني أنا حسيت أن كلامهم أن إحنا لم نخرق الاتفاقيات، ودفاعهم لم يخرق الاتفاقيات، وكان يدور حول موضوع واحد معين أن إحنا ما تجاوزنا، وهم في الواقع وكل الناس يدرون أنهم متجاوزين. ومن بعدها خذنا حقوق الطيران ولجأنا إلى منظمة الIMO اللي هي معنية بالشؤون البحرية، ووثقنا التجاوزات اللي حصلت من دول الحصار، بحيث أن أنا برجع لك حق فقرة نسيت صراحة على الطيران. بو سيف، بس فاصل قصير وارجع واكمل معك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
ابو سيف حقيقة قبل الفاصل كنت تتكلم انت عن أزمة الحصار والإجراءات اللي اتخذتوها. حقيقة احنا نسمع ممرات آمنة، طيران القطري عنده ممرات آمنة، ما معنى يعني الممرات الآمنة؟ انا قبل اتكلم لك عن الممرات، هي ممرات الطوارئ او ممرات آمنة كما استخدمت المصطلح، بس هي في الواقع هي ممرات طوارئ خلقت او استحدثت بغرض ان تلافي الحصار وكذلك السماح لدولة قطر بالمرور. مثل ما تعرف انت الله يسلمك، بس انا برجع لك شوي للخلف، ان نسيت اذكر لك ان اول اجراء اتخذته دول الحصار بمنع الطائرات المسجلة والغير مسجلة في دولة قطر، بمعنى ان الطائرات المسجلة في دولة قطر اللي هي القطرية والطائرات الأميرية والعسكرية بعدم عبور أجوائها، لكن استخدمت حق تعسفي ثاني اللي هو جميع الطائرات الغير مسجلة والمتجهة إلى دولة قطر. إذن كل الشركات العالمية صحيح ما تتجه، ومن بعد لأن قراراتهم كانت عشوائية وغير صائبة تراجعوا عن هذا القرار وقالوا أن الطائرات القطرية فقط والمسجلة في دولة قطر. لكن نتكلم عن الممرات، هذه ممرات كما تعلم أنت أن القانون الجوي بني على القانون البحري، لا يوجد قانون جوي، يعني في بداية المواضيع والرجوع إلى القوانين انشئت على أساس القوانين البحرية. فالقوانين البحرية كل الممرات المائية بين دولتين فيها ممر دولي، ومنها رجعت إلى الأجواء فصارت الممرات الجوية فوق أعالي البحار، إذن هي ممرات جوية آمنة، وهذه هي الممرات الجوية اللي احنا خذناها. عشان كذا ما نقدر نقطع السعودية كجزء لأنها هي كتلة واحدة صحيح، لا يوجد فيها بحر، لكن كل مكان في بحر نقدر نتحرك وندخل على الدول الثانية اللي مسموح لنا في إقليم طيرانهم أن نطير عليه. لذلك احنا استحدثت منظمة الطيران بالتعاون مع هذه الدول والدول الأخرى الصديقة، وأحب من هذا المنبر أني أشكرهم على التعاون، ممرات آمنة وممرات طوارئ استحدثت لدولة قطر وكذلك للطيران الآخر اللي يمر عليها وصولا وخروجا من دولة قطر. عشان كذي احنا او الجمهور او الناس ما حسوا بفارق زمني صحيح كبير جدا، يمكن في الطائرات المتجهة ما بين 5 إلى 10 دقائق بالكثير. اعتقد ان احنا الوقت وفرناه من 5 إلى 15 دقيقة صحيح. يعني اذا المتجه لاوروبا او لاسيا هو موفر، خصوصا لأوروبا هو موفر في الوقت ما يقارب 20 دقيقة في هذا الممر، لكن المتجه إلى السودان والدول هذه يكون خسران الوقت نظرا لعدم المرور على حتى اليمن، لأن اليمن من أول يوم أن السعودية أعلنت أن اليمن إقليم طيران خاص بها، وكان هذا كانت مفاجأة ليست لي أنا، لأن مفاجأة لجميع الدول اللي كانت مجتمعة في منظمة الطيران المدني، أن الإعلان الملاحي للأجواء على حدود اليمن خرج من السعودية وتراجعت عنها السعودية بعد ساعتين، لكن للأسف أن تسجل. وحتى صارت يعني حادثة صغيرة في هذا الموضوع، وثبت منظمة الطيران المدنية أن لما سمح للطيران القطري بالدخول إلى منطقة بين إيران وبين الإمارات وأعطونا تصريح الهبوط، بعد ساعتين من تصريح مش الهبوط تصريح المرور تراجعوا عنا شفهيا، فأثبت هذا ومن بعد حصلنا على التصريحات جميعها النوتيمز اللي هي تسمح لنا بالمرور في جميع أقاليم الطيران، وكانت 6 على الخليج و3 خارج الخليج ما يقارب 9 خطوط طيران. من بعدها لجأنا احنا من الاي كي او الى الاي ام او اللي هي منظمة المنظمة البحرية في بريطانيا، ووثقنا جميع الاجراءات، لان كما حصل في الجو حصل في البحر، ان عدم تزويد البواخر المتجهة الى دولة قطر ومن دولة قطر بالوقود، عدم السماح لها بالرسوب، عدم السماح لها حتى في حدوث عواصف او كذا باللجوء الى هذه الموانئ، وهذا خطأ جسيم في تطبيق القانون. يعني من الأخطاء اللي منظمة يعني قالت ما يصير، فجميع الردود اللي جاتنا بعدين من هذه الدول إن لا احنا ما سمحنا، ما اتخذنا إجراءات مضادة، فكان في فريق تدقيق
جاء لهذه الدول، ومن بعدها تم السماح لجميع السفن المتجهة من وإلى دولة قطر ما عدا التي تحمل علم قطري بالتزود بالوقود في موانئهم أو اللجوء إلى موانئهم، وهذا كان يكفينا احنا لان احنا مش محتاجين لموانئهم بصراحة. دولة قطر غنية برجالها وبمواردها وبسيدي سمو الأمير وبالشعب القطري الكريم كله، فاتخذنا إجراءات من أول يوم وأوجدنا بدائل لهذه الموانئ. كان جميع اعتمادنا بأمانة كان على جبل علي، دولة صديقة وموجودة، فأوجدنا بدائل أخرى، ولعلك يمكن شفته أنت من أول يوم الحصار، والحمد لله هذه البدائل أغنتنا واستغنينا نهائيا عن جبل علي الآن وفي المستقبل، لأن هذه الممرات أو الإجراءات التي اتخذناها هي إجراءات دائمة، وحاولنا أن نعمل أشياء تفيدنا في هذا الوقت ومستقبلا كذلك. طال عمرك يعني سبحان الله، يعني كنكم حاسين يعني ميناء حمد، مطار الدوحة، مطار حمد الدولي، أيضا حتى مرونة الاتصالات، ما أدري يعني في 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 زمن قياسي استطعتوا أنكم يعني حتى أول الأيام يعني الإعلام المضاد كان يصور أن السوبر ماركات فاضية، ميرة فاضية، العالم ما عنده أكل، لكن أنتوا تجاوزتوها حقيقة بشكل سريع. وشفت أنا جولاتك طبعا يعني خاصة تركيا وبعض الدول. لا شك أن الإعلام يعني وصل إلى مرحلة من الهبوط، يعني يمكن أنا دائما كانت عندنا تعليمات أن احنا نرتقي بخطابنا ونكون بمصداقية وشفافية بيننا وبين الناس، نرتقي بالخطاب الإعلامي كذلك. لا يعني للأسف أن الخطاب الإعلامي وصل إلى مستوى في الحضيض وكذلك عدم مصداقية. صحيح. فكان من أول يوم تروج الإشاعات وتروج على خطوط الطيران فكذا، حتى أنا كنت أنزعج حتى في المجالس صحيح الخاصة لما آجي يقول لك لا دول الحصار قالت أنه ما عطوكم ما سووا كذا. فأوكي الفعل هو في الواقع اللي حصلناه واللي خذناه، وكانت مصداقيتنا هي سر نجاحنا. صحيح. لأن كنا نتعامل بمصداقية مع هذه المواضيع، حتى لما أعلنوا أو صوروا سوبر ماركت أتذكر أنه فاضي وما أعرفش إيش، يمكن في لحظة من اللحظات، لكن مثل ما شفت أنت أن السوبر ماركت ممكن أنه عقب 10 دقائق ينترس على أساس أن العمال كانوا يفرقون بضايعهم. قلت لك أنا من أول أيام الأزمة جميع الأخوة الوزراء والمسؤولين تصرفوا بتصرفات حكيمة جدا، أوجدنا طرق بديلة، التجار توجهوا بالشراء من دول أخرى غير دول الحصار. صحيح. فصارت تركيا كان لها دور كبير. نعم حقيقة. تركيا، إيران، جميع هذه الدول، الهند كانت مصدر رئيسي، باكستان، فكل هذه الدول صراحة موجود فيها كل اللي تفكر فيه، ويمكن بنوعية أفضل من دول الحصار. يمكن إحنا تعودنا على نوعيات معينة، وإحنا نوع من الناس لما نتعود على شيء نقوم ناخذ إيه منه. مثلاً الألبان، لا إحنا ما نبي إلا من هالماركة، مع أن في أشياء والآن الناس نفسهم حتى الأهل في البيت يقول لك إن الألبان أحسن ألبان عندنا، حتى صناعتنا المحلية صارت ممتازة، وصار صحيح. اعتماد على النفس صحيح. وصار كذا، وهذا هو الهدف. هذا هو فرب ضرة النافعة. يعني احنا صراحة استفدنا جدا صحيح. من هذه الأزمة، أوجدنا بدائل مختلفة لجميع الأنواع. الآن من تركمانستان لأذربيجان لتركيا السفينة تجيك ما تأخذ 72 ساعة عن طريق الحرير، موصلة ببندر خميني، ومن بندر خميني باخرات تجيك إلى ميناء رويس. فيعني بدائل، وجدت بدائل سريعة جدا، وفي المستقبل إن شاء الله راح نشوف الآن 72 وجهة عالمية موجودة في ميناء حمد، يعني في وقت قياسي جدا. يعني أنت مرتبط بالعالم وميناءك من أكبر موانئ العالم، كذلك المنتجات القطرية تصدر عن طريق ميناء حمد إلى 135 وجهة، فهذه إضافة فعلية إلى الاقتصاد.
وإضافة للدولة ككل، وأغنتنا استقناء تام عن جبل علي. يمكن أنت أمس شفت أن في ثلاث شركات انضمت إلى مشروع الريل وكانت تنتج صحيح. أغراضها نعم في جبل أعلننا علي. عنها في جبل علي، الحمد لله بفضل الله وبفضل التشريعات التي أصدرها مؤخرا سيدي صاحب السمو للمناطق الحرة للتسهيل على هذه، فهذه من يعني صرنا من أحدث الدول مواكبة في هذا المجال، وثلاث شركات تعمل في مجال القطارات ومجال تجهيزات المحطات انتقلت لدولة قطر، ليست انتقلت بضغط من عندنا إنما انتقلت إلى الأفضل. الأفضل وأنا طبعا. أعتقد أن في المستقبل إن شاء الله بحيل الله ورعايته أن بنشوف معظم الشركات العالمية متواجدة في دولة قطر، وبيكون لها بتكون رافد أساسي لنقل التكنولوجيا كذلك، لتوظيف يعني خلينا نقول العقول، وهذا هو الهدف الأساسي، أن جلب التكنولوجيا والتكنولوجيا، وأن تكون دولة قطر واحدة من هذه الدول ومنبع للدول الأخرى. وسيف خلينا ننتقل طال عمرك للريل، أنتوا أمس افتتحتوا أحد محطات الريل، نبي نعرف وين وصل مشروع الريل حتى الآن، وما بينكم وبين كأس العالم. صراحة هناك تنسيق كامل بينه وبين كأس العالم، كأس العالم خلينا نقول اللجنة 2022 وأنا أشكرهم جميعا على المساعدة، وأنا عضو في هذه اللجنة، لجنة الإرث، فإحنا على اتصال مباشرة بجميع المشاريع، ليس مشروع الريل فقط وإنما المشاريع الأخرى التي تهم 2022 اللي هو كأس العالم. الريل قطع شوط كبير جدا، الآن أنهينا 70% من جميع مراحل المشروع. 70%؟ نعم ما شاء الله. 70% من جميع أنواع مراحل المشروع، 16 قطار وصلوا دولة قطر. يمكن تشوف أنت على طريق الوكرة الآن، يمكن في الواتساب يجيك الناس تصور، احنا ما أعلننا عنه لأن احنا خلينا نقول في مراحل التجارب. صحيح. وليس التجارب نهائية، هاي بداية التجارب، أنت تخضع هذه التجارب لأمد طويل، ما يقارب من 18 شهر ندخل في تجربة على أساس أن نظهر قطار آمن للناس، نتأكد منه من جميع النواحي، وبعد ما يتأكد منه الريل ينتقل إلى وزارة المواصلات والاتصالات بصفة منظم لهذا التشريع، وهي تصدر الشهادة النهائية، فيخضع لاختبارات كبيرة جدا. وصلنا 16 قطار، 15 محطة وصلت لها الكهرباء، فهذا إنجاز بحد ذاته. المشروع يمشي على قدم وساق كما حددناه من البداية، لا يوجد تأخير في المشروع، وهذا هو الهدف الرئيسي. يمكن كان حتى مواضيع الحصار كان يمكن هدفهم إفشال بعض صحيح. المشاريع وهم شغالين على هالموضوع عموما يوميا، لكن الحمد لله أن المشروع أبشرك أن حسب التواريخ المخططة له وأنجز، وإن شاء الله بننجزه بوتيرة أسرع بحيل الله ورعايته. هم ثلاث خطوط بسيف، هما ثلاث خطوط نعم موجودة، وإن شاء الله ستفتتح كلها في نفس الوقت. أمس افتتحنا محطة، واحدة من المحطات كنموذج رئيسي يمكن للجمهور الآن مشاهدته، بوجود قطارات طبيعية مترو الدوحة وترام لوسيل، ويمكن مشاهدتهم، وكذلك مركز تثقيفي. ليش مركز تثقيفي؟ لأن تعرف احنا تعودنا على استعمال السيارات وكذا، والنقل العام الآن أأمن، أسرع، أرخص، صح، صديق للبيئة، ففي أشياء وايد، فإحنا نبي نربي الأجيال على يعني على حتى كرو نجحت نجاح باهر يعني. نعم نعم طال عمرك، فإحنا نحاول نربي هذه الأجيال على الاستعمال. فالمركز التثقيفي ليس مختص بالريل، هو مختص بمنظومة النقل العام ككل، ومنها منظومة الاتصالات، فيعلمون الطلبة، يعلمون المدارس، توجيههم إلى النقل العام، لأن إن شاء الله في الافتتاح في 2020 نحتاج إلى جيل واعي يستخدم هذا المنظومة اللي إن شاء الله بنشوفها من أحدث النظم العالمية، أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في هذا المجال. طبعا مترو الدوحة هو مترو بدون سائق، فكله يتحكم تكنولوجيا فيه، وترام لوسيل هو بسائق، ففي عندنا نموذجين رئيسيين بالإضافة إلى الإضافة اللي بتكون في 2020 اللي هو النقل البحري ومنظومة النقل الباصات، راح يكون منظومة متكاملة. كيف بوصف النقل البحري؟
النقل البحري في مثل التاكسي البحري يتنقل من اللؤلؤة إلى منطقة المتاحف إلى الشيراتون إلى المطار في المستقبل إلى جميع هذه الجهات. فإذا حبيت تنتقل بالباص أو تنتقل بالمترو أو بواسطة النقل العام، ففي حلول متكاملة للنقل العام بحيث أن يتواكب مع رؤية قطر 2030 ورؤية الدولة الحديثة. أبو سيف، أيضاً من البرامج الحقيقة المستقبلية للوزارة وخاصة في مجال الاتصالات، يعني مثل إطلاق سهيل 2، وين وصلتوا في هذا المشروع؟ أعتقد أن سهيل 2 راح والبريد، والبريد أيضاً. نعم، البريد شفته أنت في تحديث كامل لنسخته الجديدة، حتى شعاره أطلقناه بهوية جديدة. جميل. أي نعم، أطلقناها الله يسلمك بمنظومة جديدة وفكر جديد، لأن ما عاد الناس تبادل الرسائل العادية، الآن توصيل وتوصيل بضائع، فحاولنا أن نوصل بمفهوم جديد في نوعية التوصيل والطلبات. يمكن وقعنا اتفاقية قبل أسبوعين ويا تركيا، وإن شاء الله الافتتاح لها بداية الاتفاقية في 1 يناير 2018، راح يكون سوق متكامل للطلبات عن طريق البريد في دولة قطر، ما يقارب من 5 مليون سلعة موجودة، راح بيكون لتدشين رسمي، فتقدر تطلب أنت عن طريق الابليكيشن أو طريق التطبيق في التليفون وتوصلك السلعة لمنزلك. نحاول أن نختصر المسافات ويعتمد على الإرسال من دول الخارجية، لكن دولة قطر من تاريخ الوصول لها راح توصلك ما يقارب من 3 إلى 4 ساعات، فيعتمد على بس وصولها. فحاولنا إيجاد منظومة حديثة للبريد. الآن صندوق البريد يمكن لك أنك أنت ما تأخذ صندوق بريد وتسجله برقم، ممكن أن أنت تطلب البضائع وتقول أنا أبغي التسليم في فيلاجيو أو أبغي التسليم في منطقة الخدمات هذا. صحيح. فعندنا صناديق راح يوصلك الرقم السري على تليفونك، و تضرب الرقم السري وتخرج لك أغراضك اللي وصلتها وتأخذها وتروح، أو تذكر عنوان بيتكم، والآن بواسطة رقمي أو عنواني يوصلك إلى باب المنزل بتكلفة زهيدة جدا إضافة على السعر، وهي إحنا شفناها يمكن ما تكلف 10 ريال. فأعتقد هذه من الخدمات اللي راح تطلقها. سؤالك عن سهيل 2، سهيل 2 إن شاء الله. سهيل 2 بكمل وياك بس أبو سيف عن إذنك عقب الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونواصل حديثنا مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. أبو سيف، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الغمر الصناعي سهيل 2 وعن البريد الجديد. البريد أعتقد أن خلصنا الفقرة. سهيل لا شك أن سهيل 1 تعرف أنه أطلق بنجاح، بنجاح طبعا، ولا زال أنتوا تبثون أظنتي على سهيل وبي إن سبورت وجميع قنواتنا تبث من سهيل 1، وهناك احتياج راح يطلق سهيل 2. في البروغرام مال سهيل 2 راح يطلق في النصف الثاني من 2018 أعتقد، في النصف الثاني إن شاء الله راح يطلع سهيل 2. في بعض الأشياء الفنية المتعلقة بسهيل 2 جالسين نحلها أو حليناها، يمكن كانت بعد متعلقة بالحصار كذلك وعدم مصداقيتهم بهذا الموضوع، لكن إن شاء الله أن احنا ماشيين. هاي أشياء صغيرة جدا، لكن إن شاء الله راح يطلق إذا ما صار تأخير على البروجرام من قبل الفنيين المعنيين على المشروع، راح يطلق ويطلق من دولة قطر إن شاء الله. طويل العمر، المشاريع المستقبلية، نبي نتكلم عن المشاريع المستقبلية بالنسبة لوزارة المواصلات والاتصالات.
المشاريع المستقبلية هي جميع المشاريع اللي أعلنت عليها الدولة أن جميع مشاريعنا ماشية. يمكن عندك التوسعة المشاريع الرئيسية عندنا المرحلة الثانية والثالثة من ميناء حمد، هي مشاريع ضخمة راح تبدأ، بدأت فعليا وجزء منها راح يبدأ السنة الجديدة. توسعة مطار حمد راح تطرح المناقصة إن شاء الله في 2018 أكبر من هالمطار بعد؟ أي نعم، في توسعة على مبنى الركاب وتوسعة رئيسية كذلك في مطار حمد لاستيعاب الأعداد الكبيرة اللي القطرية راح تستخدمه كهب رئيسي كما تعلم، وكذلك الاحتياجات كأس العالم 2022 وتوسعة رئيسية في الأنظمة للمطار، كذلك إنهاء المرحلة الثانية والثالثة من المطار من ميناء حمد. هذه واحدة من المشاريع أو مشروعين رئيسيين. كذلك إن شاء الله في مشاريع رئيسية خلصت من التخطيط من عندنا وسلمت لأشغال لتنفيذ البنية التحتية للشوارع، هذه موجودة في كل مكان، ويمكن تحسينات على شوارع الرئيسية موجودة، الأوربيتال الدائري المداري اللي يرتبط هذا من أكبر المشاريع، الخور الساحلي هذه من المشاريع المستقبل الضخمة، وكذلك يمكن بداية السنة في مشروع هو صغير لكن كبير بحجمه ومعنوياته اللي هو معني بالمواطنين فعلا، اللي هو تطوير الموانئ الصيد بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة. سنطلق إن شاء الله قبل نهاية السنة أو بداية السنة في شهر وعدنا في يناير أو في آخر ديسمبر مشروع إطلاق تطوير موانئ الصيد اللي هي ميناء الخور، ميناء الذخيرة، ميناء رويس، وميناء الوكرة. حلو. وإحنا اتخذنا هذا القرار بحيث أنه كل منطقة تعرف ما تغير من منطقة يقول لك بديت في الخور وخليته، فقلنا نختار جميع المناطق وننفذ فيهم هذا المشروع الرئيسي إن شاء الله. وفي كذلك مشاريع، بعض المشاريع تطوير ميناء رويس المرحلة الثانية قربت أنها تجهز ويفتتح السوق الرئيسي في ميناء رويس، وكذلك المرحلة الثالثة، وهناك مشاريع أخرى متعلقة بالجسور إن شاء الله راح تطرح في آخر 2018 وبداية 2019. يمكن أنا ما تذكر الآن مجمل المشاريع، لكن مشاريع كبيرة جدا ومنها مشاريع تسمو راح تنفذ. مشروع نبي نتكلم عن مشروع تسمو. نعم. ما المقصود بكلمة هو تسمو؟ تسمو بروح الأوفياء، فإحنا خذناها تسمو وجعلناه شعار لنا وهدف رئيسي لتطوير دولة قطر الذكية. يمكن كل مدينة في العالم اختارت شعارها مثلا الدوحة الذكية أو باريس الذكية أو دول مقاربة لنا استخدمت اسمها، وإحنا قلنا لا، استخدمنا دولة قطر الذكية بحيث تكون الأنظمة الذكية في دولة قطر. وخذنا أربع قطاعات رئيسية من بداية إطلاق المشروع إلى 2020. حلو. أن نطور هذه، يعني مثل ما تعرف أن الأهداف كبيرة جدا، ما تقدر تختار جميع الأهداف وتطورها، فاخترنا أربع أهداف رئيسية نطورها ونتجه إلى أهداف أخرى، فاخترنا الصحة واخترنا النقل واخترنا اللوجستيك اللي هو تسليم بضائع وتطويرها والرياضة. رياضة والبيئة، وندرس هذه المشاريع وكيفية استخدام التكنولوجيا فيها. فبشوف أن الشوارع، الأنظمة، الإشارات وأنظمة النقل تتحاكى مع بعض. بشوف في مجال البيئة كيفية رصد الأشياء التي تضر بالبيئة في البر بواسطة أغمار صناعية أو طائرات. بشوف استخدامات الأراضي أو هل تصلح زراعية أو كذا باستخدامات نظيفة. قياس البحار عندنا الآن صار بنظام ذكي ونعرف درجة الملوحة في أي اتجاه. فهذه الأنظمة تساعد على توفير وقت وجهد ومال. صحيح. فإن شاء الله بتشوفون من أهداف تسمو تحويل دولة قطر إلى ذكية،
وبتكون لها 5 أهداف مثل ما قلت لك رئيسية. وعندنا وكيل وزارة مساعد قائم بهذا المشروع معني بتطوير دولة قطر في هذا المجال. بوسيف الحين بالنسبة أنت داخل المطار تشوف الريل في المطار، هل راح يتحرك من المطار مستقبلا؟ في 2 ريل في المطار. ايه؟ الريل هذا لنقل الركاب الكبسولز نسميه. ايه الكبسول. اللي تحرك. ايه؟ ويمكن احنا اخذنا فترة اختبار طويلة فيه. صحيح. حتى شفت كنت مطاطير ماي مركبة. صحيح. موجودة على أساس أن نمثل الأثقال الطبيعية للأشخاص بحيث نوصل إلى منظومة آمنة، فالحمد لله اجتزنا هذه وعمل. لكن هذا نقل داخل المطار، المحطة الرئيسية موجودة عند البوابة الرئيسية للمطار وموصولة بقاعة الركاب، بحيث أن الريل أو مترو الدوحة يتحرك وتوصل إلى المطار، فهو في ستيشن أو محطة رئيسية موجودة. والحين القطار أو المترو أو الريل بيوصل لكل الملاعب ولا ملاعب معينة في المستقبل؟ في ملاعب الرئيسية، لكن نحاول أنه بيكون قريب من كل الملاعب، لكن الملاعب الرئيسية ملعب الافتتاح يمر من تحته الريل. صح. بالضبط. بعض الملاعب قريب جدا منها بمسافة صغيرة، وبعض الملاعب يمر من تحت، لكن مش كل الملاعب. مو كل الملاعب. أبو سيف أيضا قبل كم من يوم شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي قطار حركتوه في مشروع مشيرب. نعم، هذا مشروع مشيرب بالضبط، يجرب. هو ليس قطار، هو ترام من نوع ترام لوسيل بس أصغر بحجمه، وداخل مدينة مشيرب، والآن هو في طور التجربة والاختبارات النهائية كذلك. ففي قطار هناك موجود، وفي قطار كذلك أو ترام موجود في المدينة التعليمية. هذه داخل المنظومة، ليس خارج المنظومة. خارج المنظومة لا يوجد إلا مترو الدوحة وترام لوسيل اللي هو يوصلك بجميع أنحاء دولة قطر. سعادة الوزير بوسيف حقيقة أنت اختصرت علي المسافة وريحتني في يعني كل الأسئلة اللي أنا كنت ودي أسألك إياها أنت جاوبت عليها بيض الله وجهك بنفسك. بوسيف في آخر اللقاء عندك شيء ما يعني ودك تقوله؟ والله أنا أحب أشكرك على هذا اللقاء، وأشكركم على كذلك طرح الأسئلة النيرة، وأشكر الجمهور، أشكر الناس جميعا، وأحب أبارك لكم بالعيد الوطني، أبارك لسيدي صاحب السمو، أبارك لنائب الأمير، سيدي نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء، الأخوان جميعا، الشعب القطري الكريم، وإن شاء الله يعود علينا بفرح دائما. آمين يا رب. أنا ما عندي كلام، لكن يعجز لساني عن شكركم. الله يطول عمرك. كذلك احنا اللي عاجزين عن شكرك. تستحملوننا ساعات لأن المشاريع اللي تصير حقيقة الجم والمجهود اللي بذلته حقيقة في أزمة الإصابة هذا كان يعني مصدر شكر من جميع المواطنين. الله يطول عمرك، وهذا وسام على صدري أنا، وأشكركم جزيل الشكر على هذا الإطراء، وما قصرتوا بيض الله وجهك يا أبو سيف. يا العمر طويل. الله يبارك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي أو ينتهي هذا اللقاء الخاص مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف الصليطي. بيض الله وجهك يا أبو سيف. بيض الله وجهك. تسلم طال عمرك.